بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. بارك الله تعالى في جميع إيانا أخاصنا وإياكم وإياكم. أجمعين. فرمي وأما الياء يما بحث واو من خوين أجر معتل الفاء واو بو بلى أو من خوين فرمي بلى أجر معتل الفاء أول كي يبو بس من أولي ألف هر نابي فتثبت على كل حالين همشا كاتكا ثابتة وحذف نابه سواء وقعت في الماضي أو المضارع أو الأمر أو غيرها لصياغة كان تر وسواء ضم ما بعده أو فتح أو كسر بو يا حذف نابه فإنها أخف من الواو سوك ليا نحو يمون ييمونو حسوك حسن يحسن باب سادسة ليمن بركيا علي يمن الرجل إساق البياوي لا يأمن أو بني ميمون أو عالم بي بي كني بلا مخوي ميمون يعني في روز مبارك بويا ميمونة إيش الخزانة كان في غمر حصل ميمونة وايا بل بل ميمونة لا على يعني مبارك لا يما ناويش زور سيرة ويسر ييسيرو كضرب يضربو من الميسيري وهو قمار العربي بالأزلام أو بوك قمار أنا كل بعد لام أو هين مرحبا أيان تقع النازان تشيبو إيه بهر حال ميكا ميكا هيش ننسى لا بهر حال إما نما عندي وشكري يا أخوان نيبينين وجاء يسر ييسر بالضم فيهما أما عليه وهو قمار العربي بالأزلام قال في المنتهى زلم تيري بروتير قمار أما إيش بفارسي شرحي كردوه من العربية كم بلا واسان ترى لفارسية كم باش إبراهيم وجاء يسر ييسرو بالضم فيهما دائما فيهما ولكن ينبغي أن يقيد لفظ الكتاب على الأول شون شيء ما باس ما لا يسر ييسرو نجي يسر ييسرو بويلي أويك الكتاب كايا قوايس حركة داري بوكي لسري كم كباب ضرب يضربو به يسر ييسيرو هرچن يسر ييسوريش يعاتو بلام هو شاهدي ايميت يعني علي لأن مثال الضم مذكور بيان ما نكردو مثال الضم لچي أبو لا يمنا بيان ما نكردو يما إيش ما نبدوهما كباب ضرب يضربو ويئس ييأسو وكعلم يعلم باب شوارما يئس ييقنط يا قنط 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 بله وقد جاء ييئس بالكسر بل أويش هاتو ولكن ينبغي أن يقيد لفظ الكتاب على الأول باش برام لسر أول تنجي ما إشمان بوي وقد جاء ييأسو بحذف الياء يشلي كان حذف كان بو لبر تخفيف ويا سوشي حاتو حتى يأس وكش لينا قرن زات القرة كان بسر يأي كان بياسو بقلب الياء ألفا تخفيفا يأسو أي كان بشي يأسو 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 بولي بقلب الياء ألفا كام يا يي أسو أخدي أقل وابيت ويبلا يا أسو نخير ظاهر هر يا أسو كي أي كان باهين توبة مشاهد أو بيان جب كي مزاين أو بيان جي ألا تشي لا قوله تخفيفا هذا تعليل لكل من حذف إحدى اليائين وقلب الياء ألفا لا للأخير فقط هقينا يا أسو تو يا كم كيبا ألف بيت ياسو أيوانية يا أسو يا أسو أما لي ياسو همزة أي همزة كا تخفي كرا وكرا وبا ألف بوت ياسو نقبي قلب الياء بحذف الياء نقبي قلب الياء ألفا بقلب الهمزة ألفا تخفيف بتخفيف الهمزة أوابل وهما من الشواذ وتقول ستة في افعل بل وتقول في افعل من الياء اي مما فاؤه ياء ايسر افعل عفوا افعل افعل من الياء مما فاؤه ياء ايسر في الماضي يوسر في المضارع ايسارا
في قلب الواوي يا أن خوي يوسارن بو. لما كانت الواو واقعة بين الياء والكسرة في يوسرو بل مثل يوعدو بل ولما كانت الواو واقعة بين الياء والكسرة في يوسرو مثل يوعدو ولم تحذف اي خو حذف نكر اي بو حذف نكر بابا خو هال بين يو كسرا اجاب بانه لم تحذف من يوسر مع مقتضى الحذف مقتضى حذف شهات وتدي كقاعدك بقوله ولا يقال يوسر لان حذف الوسن شي ام خو يقرك راه بسريا اصلكي اي سيرو بوا وانيا همزيك مان ليلا بردوا دي اگر واو كيشي للا برين زيات القركين بسريا باش ابرام في وتر اجحاف اي اضرار يعني براسي توتو او كلمه هل يجاري لك كلمه يبخي او اي اجحاف باش ابرام كما تقدم لانه اجحاف بالكلمه زوم عليك اي براسي باش ابرام لتأديه إلى حذف حرفين ثابتين في الكلمة وهذا في بعض النسخ والحق أنه حاشية ألحقت بالمتن أما كأمر عليه لأن حذف الواو مع حذف الهمزة إجحاف بالكلمة كراب متن بلان لواقع إيش أخوي حاشية كسر شيوك ميلان لسري نسيه ولا باشا خوي الدرس كدوت أنه متنك باش ابرام ويمكن الجواب عنه ايضا بان الواو ليست واقعه بين الياء والكسره باب جواب ترمان هي او وهل واقع يا لبيني او كسره بل بين الهمزه والكسره في الحقيقه اصلكي يو اي سي روبوا دي واقع لبيني همزه وكسره مش قاعده وما نيه يلاحظ بكري لأن المحذوف في كل في حكم الثابت شنش همزك هل شن لا براوة بلاق سابي بودكين كهيا ولأن الثقلها هنا منتف لانضمام ما قبل الواو شنش وقت إيما اللي يوعد وحصف ما كل كنحت إقران بوا وكليا بلام ليوسروا ما قبل واو كالضمية لجنس حركي خويتي اجا ما دام لجنسي خويتي بخيان بيك ودس لملاني يكترنو يتربو حسف يعني كاين هيج ثقلي كيتيانية باش ابرام فهو موسر لاسم فاعل كيا تقلب الياء منهما اي لمضارع اسم فاعل ويا دكيا كدكري بواو وبالي كري بواو اذ الاصل ييسر وميسر لانه يائي اصل كي يائية وإنما قلبت لسكونها وانضمام ما قبلها وقع إليه الثابتة لبركة وذلك قياس مضطرد لتعسر النطق بالياء الساكنة المضموم ما قبلها نارحتة يي كساكن بما قبلك مضموم بهرب يي بيليت بك بواء نجاة خوبة باش ابراهيم أما بشهادة ذوق وجدانش ذوق وجدانش واعي واعي بل وتقول في افتعل منهما اي من اليائي والواوي كاتك باب افتعل به منهما انا باسي واو رويت واو بو كشيل راد ديسان ودا قريت او مانجرت وباسي واو على باب منهما ليائيش واويش اگر بابك من هبو لسر وزني افتعل تودلي اتعدى اي قبل الوعدة هذا في الواوي كشنت أما أصلكي اوتعدبوا قلبت الواو تاء وأدغمت التاء في التاء بوا من لكر إذ الإدغام يدفع الثقل شنت كات إدغام يكين إت الثقل هلا جيري ولم تقلب ياء أي باشا اتعدبوا نكر بأي تعدى بناء لسر وقاعديك عليه واو ساكن ما قبل المكسور قلبناه يا أن أي بواو لينكد على ما هو مقتضاه أقوى بوابه
لأنها إن قلبت يا أنخو أجر بيشي كين بيبلين إي تعدى أو لم تقلب يا هل نيشي كين بي إيو تعدى بينتو لزم قلبها تا أن في هذه اللغة أم لغة عليه هر كامين بي يبيان وو بي من هر أي كم بتي باش بي أي تبالي فالأولى الاكتفاء بإعلال واحد كواب الرئيكان زيكا كين وو قبر يشبوه كينو على ليش تنيا إتيا كينو تواوك ابن حاجب رحمه الله بيعني كله وفيه نظرون نمقص ابن حاجب النظر إتيا تبتازاني اعتراض اللي يجري لأنه لو قلبت الواو يا أن لا يجوز قلب الياء تاء تنشي أجر واو كب كين بي أو يناكر بتوبته بو ليدغم بو يدغم بكري كما في الياء المنقلبة عن الهمزة كما سنذكره في المهموز إن شاء الله وكتون لي منقلبة تنتي يي أكريبتي كي يي أصلي بي يي لواو ورجلابي يعني يي لهمزة ورجلابي نحكي بي وكتون مهموزة آه بياني فينو إن شاء الله وفي افتعل منهما تقلباني لباب افتعلا أمدوى منهما لواوي ويائي تقلباني تاء وتدغماني تكريب تيو دغم كريب باش ابراهيم بلا مصيح تاء في التاء هاي تاء من بلا بلا هردو تيك دغم كريب وكو اتعدى الأص بلا أمالي وجاء شون بو أبا وتتغماني أي تاءان المنقلبتان عنهما جامع حقسة كيف يشوني وفي بعض النسخ وما انجيلا وبو يسلم للشواب لهند نسخاء آواهاتو عليه وفي افتعل منهما تقلباني وتدغماني آواهاتو بلام أما اختلاف النسخة والأول أصح رواية بلام أوي كميان واتر روايتي يكميان أصح ترى واتر بو متنك متنك الزاهر أوي كميان أما إتبزان قران كاريكي بسراحته كارمن بووني هل جانيك معناه يتعدو أصله يوتعدو فهو متعد لإسم فاعلك يا أصله متعد قلبت الواو فيهما واتل مضارع كيشاو لا اسم فاعل كيشا وأدغمات في تائف تعالى حملا لهم على الماضي واتسرا أوان وابيبو يجيش تبرام أميان يائية أمن من يائية اتسرا يتسروا فهو متسرون هذا في اللائي والأصل هو ايتسرا ييتسرون ويتسرون قلبت الياء تاء وأدغمات باش ابراهيم بوتش على لاهتمامهم بالادغام عرب ادغام عن زول بالله وخشوك حلوى يخون لأنه يصير حرفين كحرف واحد يا يصير وايا يصير عاش يجيب كلا ونايب بل ما بل بل ولما جاء في افتعل منهما لغة أخرى من غير ادغام أشار إليها لكاتك لإفتعلا لغتك ترها تبو إشارة بيكدا ونبيها ابن إتعدى بلكو إتعديش هاتو بقلب الواو يا عم سكون يا من كساري ما قبل لسال قاعدة بيشوكا فإن زالت كسرة ما قبلها أجر كسري ما قبل واو كروي لم يجوز قلب الواو يا عم إتن نايكين نحو أو تعدى أبي وابي ألا فإن زالت كسرة ما قبلها كسري ما قبلي واو كروي قلبي ناكي وتعدت شيا جسي غيك وتعد قوله ألا كشتنا شوي نصيان ولهذا حمل لا الله لا وانا بيشتر بيشتر فإن زالت كسرة ما قبلها لم يجوز قلب الواو يا نحو واتعد على خوار واين سيوا واتعد بو واتعد تنشي همزه وصلك همزي همزك واتعد
واتعدا همزة الوصل من اتعدا. وجه زوال كسر ما قبل الواو أن همزة الوصل من اتعدا سقطت. واتعدا واتعدا همزة وصلك أروع واتعدا خلنا نروى واتعدا نقوى واتعدا واتعدا بس همزة وصلك إلا قراءتها أروع بلام لكتابتها أمينه أرواية همزة وصل عادة واي واتعدا بقلب الواويان ألا فإن زالت كسرة ما قبلها لم يجوز قلب الواويان وقوة تعدى باش وانيا لهندي الرواية هاتوا أو تعدى أكرب مبني المجهول جاء مدرسي أفغاني لخوار نسويتي ألا نازان كام روايتي يعني هل كان ميشان بيخو أو تعدى جبه كسرة ما قبل واوا كالروي وانيا كالروي معنى واي وقواوا كناكربه والله ما نازان كام روايتي يعني صحيحة باش ابرام. ولهذا حمل جار الله العلام العلام قول الشاعر قامت بها تنشد كل المنشد واتصلت بمثل ضوء الفرقد. قامت بها تنشد كل المنشد يعني هستا بوكارا او افرتا اتشبو لاي هموك سيكواد جيجي هاوار به واتصلت بمثل ضوء الفرقد حتى اتصال كردوه بيني تشتي فرقد وفرقد نازنم السيري مانغ تشيه فرقدين مانغ دو ستاره فرقدين فرحال عليه ام شعرك اوار ذكر قامت بها تنشد كل المنشدي منشدي واتصلت يا واتصلت واتصلت يعني واتصلت واتصلت بمثل ضوء الفرقدي ألن أن الياء بدل من التاء أما أما أن ألن أم يبدل التي أسلك أي واتصلت بها في اتصلت ولم يجعله بدلا من الواو نعلي ما بدل لو واتصلت ولن أسلك أي اتصلت بها همزة وصلك الروي وإم جاوا وكمان كربي يبوبا واتصلت واتصلت على نخر نا اما نا قنجي بو تونجي ما دام ما قبلك مفتوح بوا ناتواني بلي او واو بوا على نخر او التيب ولا بل تخفيف كراوبا واتصلت ام شعرك من هرشن فارسي نازان ماي معنا كردوا مدرسي افغاني لخوارو علي تشي علي معناي شي وحشي بو معناي تشيوي هي اخر بشككي ليون بوبو قامت بها تنشد كل المنشدي الرؤي بملا بولا بدوي بشككيا بدوي جوركيا قرا حتى او نقرا بدوايا هواري بربو تشتي استيره فرقدين دو استيره مشهور يعني هواري بربو يوني بو يوني تشتي استيره يعني هواري سري برزك دو عثمانو او قال كسل ناو اجل اجيابي ازانيك كان بالرحمن بران برب بشكو جوركو برخو امانه يعني على أن الياء بدل عليه أمال الياء أو ياء الياء بدل التي أسلكي واتصلت بها يسبوته واتصلت تخفيفا ولم جعله بدلا من الواو نارا بدل الواو نارا أسلكي وإو تصلت بو هم ذكروا يوو يك بدل الواو نخر بدل ني الواو أو الجار واو ككراو بتي إن جات يك كراو توبي تخفيفا إذ لا علة للقلب هيك علته نية أقرب لين واو تصلت بو أصل كي وإيو تصلت بو هم ذكروا يبوت واو تصلت كبوبة واو تصلت إيش علتنا من يبو قلب شو كموت من فإذا أزيلت كسرة ما قبلها عادت الواو واو كقرته ديك ستو كسرة الروي همزة كهمزة وصل كسرة الروي بوبة واو تصلت إيه بابو بو شيء كيبيه حقنا ما بيك يبيه لبرون لا أصلك اتصلت بها كل يعني بتي إسأ متي كأكينو بيه لبر تخفيف ما سبلم اللهم إلا أن يقال لكراهتي اجتماع الواوين بلا ما إشتواني بلا كأك إن خيرنا والله هر واتصلت ببوته واتصلت لفاش أكل ما نبوي اتصلت بتشن شنا أجر نيكن بوي اتصلت بته واتصلت ده يبيع لنا خوش الدواو اللي عليك بقدي وحينئذ يمكن حمل البيت عليه أو كاتركاك أما حمل بيتك كي نسأل أمر روايته كره كريه اجتماع الواوين لكن ذلك موقوف على النقل منهم أما أبي بوسم زين آية عرب اشتوان هيا النية أقربوا بحش إميش غلبك سعنا كين
يا تعيد بقلب الواو ألفا لأنه وجب قلبه كما في الماضي وكتون لما أضيا كلمان با إي تعدى وايا لديش كين با يا تعيد بلي ولم يكن القلب بالياء ناكر بلين يتعيد لثقلها نارحة فقلبت ألفا لخفتها لجاتي يه كلمان بشي كلمان بأليف شنتي خفيفة فهو متعد اسم فاعل كي إن كان من يتعد وإن كان من يتعد أقل لا يتعد شهر ما قلتوا هل ببلين متعد بو شنتي يكا ما ما ألف كما دم ما قبل كي ما مضموم مضموم كد ألف ما قبل مضموم به حر غصبا عليه بتبوا نعم أبو بمتعد نوع باش برام وذلك قياس مضطرد وإي تسر على الأصل يا تسر بقلب الياء ألفا تخفيفا لثقل اجتماع الياءين فهو متسر بقلب الياء واوا إن كان من ييتسر شاك إبراهيم على الأصل وقلب الألف واوا إن كان من أي في اسم فاعل لا يعتسر والجلاوة حنا شار يمية كمضموم كين عفوا ميمة مضموم دانين كميمة مضموم ما دانا دي ألف كأبة بوا بنا شاري وهذا مكان متسر فيه ولا من تام كتاب مخين ولا ما غلط تيجيت مهم زاني هذا مكان متسر فيه بمعنى أو يا مشعوني كفراوانو فراوان كلاو كتير مو أي معنى هناك أي في اسم المفعول كما في اسم الفاعل وعبر عنه بهذه العبارة لأن الإتسار لازم شنك إتسار لازم فيجب تعديته بحرف الجر أبين بواسطة حرف الجر معديب كين ليبنى منه اسم المفعول فعداه بفي وهذا مكان متسر فيه وقال ذلك أي هذا مكان يلعب فيه القمار بالقمار ها؟ بالقمار باش بل وحكم ودى يودو كحكم عض يعضو يعني إن المعتل الفاء من المضاعف حكمه كحكم المضاعف من غير المعتل في وجوب الادغام وامتناعه يقول المعتل الفاء يجبو بلي لمضاعف يعني هم مضاعف هم معتل الفاء دو دردك قرب سنة كحكم المضاعف من غير المعتل كحكم المضاعف أيوة كمان حكم المضاعف شون بولا غير المعتل لا ليش هو معامل إلى قلامك لو يتمان دخم دلوسة فاق دلوسة كوابو ود يود إيددش هر دلوسة كفك كدر والأصل إيودد ويجوز ود بالفتح والكسر ود ودي وذكر إيدد لما فيه من الإعلال شونك إيددش إعلالك واعلم يعني بويا بس إيده ذكر تنتي إعلالي تيايا يودد بو بو بإيده واعلم أن المضاعف المعتل الفاء أويك مضاعف معتل الفيا لا يكون مضارعه إلا مفتوح العين مضارع كي هالأشياء مفتوح العين به لكون ماضي على فعل مكسور العين نحو وديدة مضاعف كمعتل الفاء به واوي به مضارع كين لا يكون مضارع إلا مفتوح العين وديد يودد إذ لم يبن منه لا يكون مضارع إلا مفتوح لكون ماضي على وزن فاعلة وكو علم يعلموه ويبا شبرام نحو وديد إذ لم يبن منه مفتوح ودد نهاته لأنه لو بني منه ذلك لكان عين المضارع إما مضموما وكو نصر ينصر أو مكسورا وكو ضرب يضرب وكلاهما لا يجوزان لم بابا دلوزني أما الضم نصر ينصر فلأنه منتف من المثال مثال نصر ينصر تيانها هو واوي مثال واوي قطعا إلا ما جاء في لغة بني عامر من وجود يجود عفو مثال حسن يحسن ويتيانا هات ومقر وجود يجود من هي للغة بني عامر وهو ضعيف والصحيح الكسر وجود يجد وأما الكسر أما كسر فلأنه لو بني مكسور العين أقر مبني بكين بلين مكسور العين
يجب حذف الواو والادغام. اجل مكسور العين كين بلين شي بلين وديد نا بلين وديدا يوددو بلين اصلك ابو يوددو بوا يوددو بوا ابي تشيب كين. يجب حذف الواو شن جبابي يفعلوا جار حذف واو كب كين لفاش ابي دهمش كين بلين يوددو بوا يديدو لفاش دي كم دال كم ساكن ساكن ثاني متحركة يا كم ساكن لكن ثاني متحرك بيت يد باش برام او لا اگر واج بلين قاعدة كان ما نقشتي اگر نيكين اگر ادغام كان اگر واو كحذف ناكين وادغام ناكين انخلام قاعدة ما نبي اگر واج دي كان لن يد حل مضارعي كيف كذا مضارع وحينئذ يلزم تغييراني وكاتد بدو تغيير لكلمة كاب كين وتغيير الكلمة عن وضعها جدا مثل المضارع هل لسر شكلي مضارع نام يعني هاتي نسر المعتل الثاني حزك بعضك إلى ما خير ما دل مهدي ليرانية حقا كي مهدي شيء بتوي إن شاء الله أيده بحشو آخر دعوانا الحمد لله رب من بوتو متو بوشيته صلى الله عليه وسلم.